تونسي اللي ياخذ قرض باش يشري كهرباء. ساعه قول لي ساعه الكهرباء ضروريه في حياه المواطن ولا لا؟ وانت مع الفكره ولا لا؟ اول حاجه الكهرباء ضروريه، ثاني حاجه انا ضد اللي باش ياخذ قرض الكهرباء. ما انا كان باش ياخذ دار ولا المصلحه معقولة، أما إذا كان الكهرباء هو كاري مش معقولة حتى طرف. بالنسبة لي أنا يعني أنت ضد فكرة أنه ياخو قرض باش يشري كهرباء؟ صحيح، ضد ياخو قرض باش يشري كهرباء، أنا ضد الحكاية في الجملة. كان عندك تشري، ما عندكش ما تشريش، ما تخليش روحك أنت ناقص وتشري كهرباء. يعني تعيش على قد ميزانيتك أنت. أنا ضد الفكرة، علاش؟ على خاطر توا القروضات اشترها شو اسمه ليزانتيغي، وليزانتيغي معناها ياسر بصراحة، واحد ما عادش ينجم، واحد كان سهل ربي، بون ناخذ قرض ربما باش ناخذ دار وي، أما باش ناخذ كهرباء ولا حكاية فارغة الحق ما نوافقش، خاطر الأكثرية ديون، الأكثرية كلها معناها وحود شو اسمه فوائد، فوائد كلها فوائد. دونك من ضد، انا ما نحبش القروضات، ما نكذبش عليك. لا الكهرباء مسامحه، ما استحلوش الكهرباء باش ياخذ بها قرض الكهرباء، ياخذ كهرباء تتقلب الكهرباء سيدي، مش يصير هو يصير مات. الكهرباء ما استحلش باش ياخذ كهرباء، كان مش يبني دار ايه، مش عامل حاجه ايه، مش عامل مشروع ايه، الكهرباء ما استحلش. انت تاخذ قرض باش تاخذ به كهرباء؟ لا انا ماذا بيا ناخذ قرض، ناخذ نعمل بها حاجه، نبني بها بنيه، نعمل بها حاجه، نعمل بها مشروع، نعمل بها حاجه، اما باش ناخذ كهرباء، كهرباء وش لا باه كهرباء. تاخذ نجم كهرباء تاع 10 ملايين، تاخذ تاع 10 ملايين، تاع 5 ملايين، تاخذ 5 ملايين، ما مش تاخذ قرض وترهن روحك وانت كاري ولا صغارك ما عندهمش ولا اي حاجه. وما عندكش دار وتمشي تاخذ قرض الكهرباء. هذاك كله انا حكايه فارغه معناها. نحبوا نعيشوا اكثر من طاقتنا، ما نحبوش نعيشوا كيما نيفو دفي كل واحد كيفاش عايش. نحن نحبوا نعيش ولنا توانسه اكثر من طاقتنا واكثر من نصرفوه، نحبوا نعاندوا، نحبوا نعملوا كل شيء ونفوتوا الطاقه نتاعنا. دار اي دار اي، خاطر انت اما كاري عدا واحد قرض والفلوس اللي باش يمشوا في الكري يمشوا في معناها هكا، معناها دارك وملك، ما فماش شكون يجي يخرجك في مصلحه. اما باش ناخذ كهرباء لا قدر الله ودنا نعمل بها اكسيدون واحد، ولا لا قدر الله تصير لي كارثه ولا حاجه، فهمت؟ انا ضد حكايه الفرق. دار اي، هو الدار واحد يسلب بيع عليها الذب باش يبني دار، فهمت؟ اما قرض باش ناخذ كهرباء ولا حكايه، ولا قرض باش نكري كسوه نتاع عروسه، ولا قرض باش ندين باش نعرس، ولا ندين باش، انا ضد الحكايه هذه. يعني لازم تاخذ قرض في حاجه تستحق، في مصلحه دار سيتو دار تراب معناها ملكيه عقاريه، فهمت؟ اما حكايه فارغه باش يعني قلت لك برشا عباد تاخذ قروضات هاني باش نعرس، ولا يقعد طول حياته هو يخلص فيه حتى بصغار وبصغار صغار، واللي يخرج لانتريت هو يخلص فيه. عاد علاش؟ خذ عروسه، خذ عروسه كيفاش يقولوا فيها كالمثل، وقل عرقبها احرف. خذ عروسه بالديون وقل عرقبها احرف، مثل هذا. يمشي ياخذ قرض للخلاعه ولا حاجه بعد يقعد يخلص فيه، ولا قرض العلوش، حتى العلوش تو صحيح ربي احنا العيد الكبير هو ربي اعطانا، ما اللي ما عندوش ينجم يعيش لو ما مش ياخذ له قرض، فهمت شنو؟ القرض معناها الحاجات اللي باش يقري صغيرات وباش يعمل مصحة باش يعمل بالنسبة للعيد الكبير، احنا ربي العيد الكبير ان شاء الله اللي عنده يضحي واللي ما عندوش ما يضحيش، هو ربي شوف كيفاش عطاه لنا الحكاية. العيد الكبير وما أدراك معناها أكبر حاجة معناها، وربي عطاه لنا. تخلي أنت باش تعيش محروم وتمشي تاخذ قرض، وهذاك هو اللي يهلك البلاد راهو. الفكرة اللي عملوها من قبل والشعب التونسي علاش ولا يعاني تو؟ ولات الناس كلها تعاني، الناس كلها تعمل الكرهب، كان قبل البرنامج اللي عملوه قبل هذاك غلط على طول الخط. اللي حلوا لهم حكايه السيارات الشعبيه هذه، فهمت؟ حلوا لهم عينيهم الناس الكل. غلا معاش، الدنيا كل غلات. تو واحد بوعائله ما عادش ينجم باش ياخذ كيلو لحم، كيلو لحم وصل 30 دينار. وواحد يجيب سلعه مجوزة بها في السوق في سلة الطريق. تجي البلديه تهزها له، هذا مواطن هذا حكم هذا. لا فما لا حاكم لا دنيا لا اشعار. لا مشغلات لا عمال لا دنيا لا مرمات لا خدمة، الناس كلها حبست، الدنيا كلها حبست.